كم هزيدي طبعا نعرف التمريرة الأخيرة، إذا مقطوعة الكرة يطلع رفيق بيشة. سبق ممتاز التصويبة، قلت سبق رفيق بيشة من الجهة اليمنى، لكن يختار التمرير لمحمد لامين الأخضر، عمل فان دو باس. مصطفى ودريس الدريسي يركزوا، قالوا نعاودوا نبنيوا الهجمة من جديد، وهذا اللي قاعد يصير. دي بارديلي ممتاز المرة هذه من لامين الأخضر، تغيير المكان بالتقاطعات أمام الإعادة. طبعا الحكم ينبه على اللاعبين باش يوخروا للمنطقة 3 أمتار القانونية. سيف الدين حميدة في المحاولة السنتين التالي قاعد ياخذ الخبرة وقاعد ياخذ على عاتقه المسؤولية كما على مستوى أمين الأخضر مرة أخرى فوق الدفاع. ممتازة المباخرة منذ دخوله محمد أمين الأخضر، قاعد يقدم الإضافة. ثالث هدف زوز على التوالي. هذا الساحلي خلق الفرص سواء من الجهة اللي موجود فيها فاخر الويدة وعصام رزيق، يعني الجهة اليمنى واليسرى. لاعب الدائرة إذا رامي حمامي، لاعب مميز كذلك ريان السبوعي. هنا أكيد جاب دربكم بالخيار ذكي وخدام منضبط، الشيء اللي خلاه يكون في صفوف النادي الإفريقي ويلعب في المكنين. هنا الورقة للورقة الحمراء أعطاها استبعاد لمدة دقيقتين على مع الحكم، ثم زاد ناقشوا تعطات ورقه الحمراء. لا الحقيقه ثم ميترات كفئه في تونس كمدربين وكمنشوف فيه تربيه بدنيه، مدرب خلوق الحقيقه معناها لاعب سابق المنتخب الوطني. هنا هدف ممتاز من مربي رمزي، احنا نقولوا مش حتى مدرب، فوالا مربي فوالا. الارهاق ثم ملاعبيه مازالوا ما وصلوش للتوب نتاعهم بالخدمه في التمارين. يرجع اصلا غياب نور الدين ما والحقيقه ياثر برشا على الفريق. يعمل اللاعب الظهير الايمن يعمل التوازن 50% تقريبا من كل فريق ينتمي له، يعني كي تمشي الكره مع الملاعب تمشي معه كما يلزم. هنا محمد امين الاخضر امامنا.